نيمت فنتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل حظر سناب شات. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بدأت فنقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم فنقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على سناب شات خاص بكم، من ثم سنقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، ثم سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سنقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، ثم سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سنقوم بالتاب إلى متجر جوجل، ثم سنقوم بالبحث عن سناب شات خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، عندما تجدون هنا تحديد. قم بضغط عليه وسيأتي من تحديد تطبيقكم سناب شات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.